تعال ابني في النادي طلع شوي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. ونشكر إلهنا الصالح على انتهاء هذه السنة التي كانت مليئة بالأشياء الكثيرة. وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة كلها بركة وشفاء. الناس اللي ورا ممكن يعني ممكن كنيسة أم النور مفتوحة لو حبوا يعني. إنما تخليكم معانا أهلا بكم يعني. إنما لو حبوا يعني كنيسة أم النور مفتوحة. جنبينا على طول هنا حدانا على طول يعني. كل سنة وانتوا طيبين. وزارة الصحة امبارح نزلت بيان إن نسبة المصابين بكورونا يعني لو النسبة 100% 31% في القاهرة، وعندنا هنا في أسيوط 2% بس. فاحنا عايزين نقلل الاتنين في المية دي، عايزين نقلل الاتنين في المية دي، 2.2 يعني عشان أكون دقيق يعني. فطبعا دي نعمة كبيرة جدا. وبرك طبعا مش بتكلم على أسيوط بس، على المحافظة 13 مركز. فيعني دي حاجة ربنا يكمل ويحافظ عليكم جميعا. قولوا ورايا، صلوا ورايا، صلوا ورايا. يا حنونة شيل الكورونا واحفظي شعبك في كل مكان. أنا في كل كنيسة بروحها بقول بشفاعة القديس، وإحنا ما قلناش على الملاك خالص، فقول ورايا. يا مسيحنا القدوس احفظ شعبك بشفاعة رئيس الملائكة ميخائيل، بشفاعة رئيس الملائكة ميخائيل. ويا حنونة شيل الكورونا واحفظي شعبك. امبارح كنت بتكلم عن الأمومة في حياة السيدة العذراء، وقلت الأمومة في حياة السيدة العذراء الجزء الأولاني أمومتها لرب المجد، والمحور الثاني أمومتها في المفهوم اللي ربنا قاله الجديد، إنه من يصنع مشيئة أبي هذا وأخي وأختي وأمي. والمفهوم الثالث، أمومتها لينا إحنا. وقلت كل من يختبر أمومة السيدة العذراء يختبر أمومتها لما يكون متضايق تطبطب عليه، ولما يكون في أزمة تتشفع له، ولما يكون في وباء تحميه. تاني ولا سرحانين؟ لا، ده كلام ما يسرحوش منه، ده كلام ما يسرحوش منه. يعني أنا أمي مثلاً كانت حنينة عليا جداً، كنت لما أطلب منها حاجة يعني، وهي لو طلبت تاخد نن عناية مش عناية. فاللي يختبر أمومة السيدة العذراء، يختبر تماماً يا أحبائي حنوها عليه، ويختبر إزاي لما يقع في أزمة تتشفع له. أزمة مالية، أزمة في الشغل، أزمة عاطفية، أي أزمة تتشفع له. وإزاي لما يكون في أوقات زي كده فيها وباء تحميه.
قولوا معايا تاني عشان نخش بقى في الموضوع بتاعنا. يا حنونة، قصدي صلوا مش تقولوا، صلوا معايا. يا حنونة شيل الكورونا واحفظي شعبك زي النهاردة آخر ليلة في كياك. شفتوا ازاي؟ شفتوا الشهر كرت ازاي؟ كرت. عارفين يعني كرت؟ لازم تكونوا ما تعرفوش يعني كرت. شهر كرت زي النهاردة آخر ليلة، يعني باقي 7 ليالي. أرجو يا أحبائي ما يفوتكمش ليلة واحدة، كل ليلة بمثابة كنز. احنا هنصلي 6 ليالي منهم في أسيوط، وليلة في دير ريف، وليلة في الدير. بس الدير طبعا ده الدير، دير ده الدير، يعني ليلة يوم الخميس الجاي ليلة رأس السنة بعد 3 أيام. فهنصلي هنا إن شاء الله. فإحنا دايما بنصلي الخميس صبح الجمعة في الدير، فعشان كده استبدلنا ليلة الدير بيت يوم الجمعة بالليل. فطبعا كلكم هتيجوا تسهروا معانا الخميس صبح الجمعة الساعة 5 بالظبط نبقى بره. حد بيتكلم هنا؟ حد بيتكلم هنا؟ نسهر الخميس صبح الجمعة هنا، نخلص الساعة 5 بالظبط، ده يوم جمعة. تروحوا تناموا كده من 5 مش ل9، لا لا ده يوم الجمعة، فناموا لغاية الساعة 12. يلا يلا يوم الجمعة أجازة. تيجوا بقى في الدير بالليل تبقوا زي الحديد. بكرة السهرة في مارجرجس، فبرضو الناس اللي هيجوا بكرة في مارجرجس يجيبوا معاهم بلاطي برضو، عشان مارجرجس الشبابيك عالية قوي ولسه ما ركبناش شبابيك، فحاطين قماش يعني، بس القماش برضو ما بيخشش البرد قوي، يعني برد شوية، بلاقي الناس مأنفدين. المهم يعني بكرة في مارجرجس ويوم الحد ويوم الجمعة في الدير تجيبوا معاكم بلاطي وما يفوتكم. احنا الليل يوم الحد بالليل هنصلي في دير الريفة دي، ممكن يعني أجازة يعني، نفوت دي. إنما ال6 ليالي الباقيين كل الناس تيجي، يعني خسارة يا أحبائي. كل ليلة بمثابة كنز، كل ليلة بمثابة كنز. نتابع بقى يا أحبائي تأملاتنا اللي بنتأمل فيها دايما. آسف معلش، يوم ليلة رأس السنة نبتدي الساعة 8 إن شاء الله، 8 بالضبط تبتدي الساعة 8 ونخلص الساعة 12 البرنامج بتاعنا، ومن 12 ل3 التسبحة تبقى مختصرة شوية، ومن 3 ل5 القداس كالعادة. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في كل ما ورد في العهد القديم عن التجسد الإلهي. خدنا ما كلام ربنا لآدم وحواء لما قال ربنا وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. تأملنا في سفينة نوح، تأملنا في حمامة نوح اللي جات ومعاها ورقة زيتون، وقلنا إنه ورقة الزيتون الخضراء، الزيتون يرمز للسلام والورقة ترمز للحياة، وأم النور في بطنها مسيحنا القدوس بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وبالحياة والنجاة وبداية حياة جديدة. بعدين خدنا أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب لما ربنا قال لهم هم الثلاثة وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، يعني هيجوا من نسلكم المسيح القدوس، الكرمة الحقيقية اللي يتبارك في جميع قبائل الأرض. وبعدين ما ورد في سفر التكوين إصحاح 49 لما ربنا قال عن يهوذا اللي وصف ابن يعقوب اللي خرج منه المسيح، قال لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، شيلون اللي هو ملك السلام اللي هو رب المجد. وابتدينا في أيام موسى النبي تأملنا في العليقة
الأسبوع اللي فات قلت لكم إن أنا كنت ناسي الصخرة، صخرة حريب، اللي لما ضرب العصاية بالصخرة، آسف، لما ضرب الصخرة بالعصاية، معلش كتر خير الدنيا، لما ضرب الصخرة بالعصاية وطلع منها مية. وده اللي بنقوله في فيلبس يوم السبت: السلام لك يا عصا هارون الخشب اللوزي التي ضرب بها موسى الصخر. وزي ما طلع من الصخرة ماء، فمسيحنا القدوس والصخرة كانت المسيح، خرج منه ينبوع الحياة. وبعدين اتأملنا في حلول الرب على جبل سيناء هنا، وإزاي إن السيدة العذراء هي الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشري. بعدين ابتدينا نتأمل في خيمة الاجتماع، وقلنا خيمة الاجتماع اللي هي قبة موسى. خيمة الاجتماع كان جزء منها اللي هو قدس الأقداس اللي فيه تابوت العهد، والقدس كان فيه مذبح البخور والمنارة ومائدة خبز الوجوه. وقدس الأقداس والقدس هما الاثنين اسمهم المسكن، وهي دي اللي هي خيمة الاجتماع، قبة موسى. هما الاثنين دول، قبة موسى هي قدس الأقداس والمسكن. وبعدين كان في الدار الخارجية والغطاء. ابتدينا نتأمل في تابوت العهد، وقلنا إن تابوت العهد ربنا قال لموسى تصنع تابوتا من خشب الصند، طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع. تخيلين معايا، طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع من خشب الصند. خشب الصند ده خشب لا يسوس. وقال تغطيه بذهب، من بذهب نقي من جوه ومن بره، وتصنع للتابوت اكليل زي القيمه كده اللي بتتعمل. وقلنا ان رموز التابوت، رموز التابوت 3 حاجات. اول حاجه يرمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت. الناسوت اللي هو الخشب، الخشب الصنط الذي لا يسوس، يرمز للناسوت الطاهر. والذهب النقي يرمز للاهوت الذي اتحد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. تاني رمز لتابوت العهد يرمز للسيدة العذراء التي كانت مشتملة بمجد اللاهوت داخلا وخارجا. داخلا الروح القدس حل عليها، طهر مستودعها وكون الجنين القدوس، وخارجا قوة العلي ظللتها. ثالث حاجة في رموز تابوت العهد ترمز للسيدة العذراء وطهارتها، زي ما بنقول في السقطوكية. ايه هنا ولا ده شايل سم يا ريت دايما حد من الكشافة كده بره لحاجات زي كده يعني. ثالث رمز يرمز للسيدة العذراء وطهارتها، وده اللي بنصليه: كان في القبة تابوت مصفح بالذهب من داخل ومن خارج، شبهوا التابوت بالعذراء وذهبوا المختار بطهارتها. وقلنا يا أحبائي خلي بالكم من دي، إن الذهب يرمز للجمال، للبهاء، للمجد، للغنى، للنقاوة، للبقاء. ولما نقول إن العذراء كانت مشتملة من الداخل ومن الخارج زي تابوت العهد الذهب، فينبغي كل واحد فينا أحبائي يكون في مجد ابنة الملك، زي ما بيقول داود النبي: كل مجد ابنة الملك من داخل. ياريت دايما نكون من داخل زي الذهب، قلبنا زي الذهب، ومن خارج زي الذهب في الجمال والبهاء والنقاوة. النهاردة بقى أحبائي هنتأمل في الغطاء. تابوت العهد
موسى قال له زي ما اتفقنا طوله ذراعين ونص، عرضه ذراع ونص، ارتفاعه ذراع ونص، ويعمله من خشب الصنطة الذي لا يسوس، ويغطيه بالذهب النقي داخلا وخارجا. الغطاء بقى نقرأ في خروج 25. خلي بالكم معايا يا أحبائي عشان قصة الغطاء دي قصة جميلة. تصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعين ونص وعرضه ذراع ونص، وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة، تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه. من الغطاء يعني مش تجيب الكروب وتخرطه وتيجي تلزقه، لا، قطعة ذهب واحدة تخرطها ومتبقى حتة واحدة، الغطاء بالكروبين حتة واحدة، مش تخرط الكروب لوحده والكروب لوحده والغطاء وتلزق الاثنين، لا لا، تجيب حتة ذهب وتخرطها ومتطلعها غطاء والكروبين تبقى حتة واحدة. ده اللي قال من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفي، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجه الكروبين. كتير في الصور اللي بتيجي كده ما بتعجبنيش. اللي قايله هنا الكتاب المقدس إنه الجناحين يبقوا لفوق، يعني مش منزلين جناحاتهم، لا، فردين جناحاتهم، وهما الاثنين بصين لبعض وبصين للغطاء، بصين لبعض وبصين للغطاء، يعني يبقوا ميلين حاجة بسيطة جدا، بصين لبعض وبصين للغطاء، والجناحين مفرودين فعملين من فوق كده متحدين ببعض. متخيلين معايا؟ متخيلين؟ وتجعل الغطاء على التابوت من فوق تغطيه، ما اسمه الغطاء. وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. احنا لسه ما تكلمناش عن محتويات تابوت العهد. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. يبقى التابوت ده من ذهب صافي، مش الغطاء، من ذهب صافي غير التابوت. التابوت من خشب الصمت ومتغشي بالذهب، انما الغطاء من ذهب صافي، يعني عيار 24 ذهب صافي، تجيب حته كبيره وتخرطها ويبقى الكروبين حته واحده مع الغطاء. وبعدين يا احبائي لاحظوا ان اكليل الذهب، الاكليل اللي عمله في التابوت بعد ما كنت تحط الغطاء كده، الاكليل مغطي اتصال الغطاء بالتابوت. التابوت بقى فيه اربع حاجات، قصدي الغطاء يا احبائي فيه اربع حاجات. اول حاجه كان الرب يتكلم مع موسى من على الغطاء من بين الكروبين، يعني لما ربنا كان يحب يقول لموسى حاجة كان موسى يخش وربنا يتكلم من بين الكروبين. ودي الآية اللي أنا قلتها دلوقتي، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. دي في خروج 25 آية 22. في عدد 7 آية 89 يقول فدخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم مع الله، وكان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت العهد من بين الكروبين. دي أول حاجة. يبقى خلي بالكم قصة الغطاء دي مهمة جدا. فأول حاجة إنه كان ربنا يتكلم من بين الكروبين. تاني حاجة كان الرب يتراءى
في السحاب على الغطاء. نقرأ في لوين 16، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يبقى ربنا كان بيتراءى، خلي بالكم كلمة يتراءى كلمة دقيقة، مش يرى، يتراءى على الغطاء، وكان يتكلم من بين الكروبين. نمرة 3 بقى، وأهم حاجة في الترجمة السبعينية، كلمة الغطاء، الترجمة السبعينية دي زي ما قلت لكم قبل كده، الملك اليوناني جاب 70 شيخ من شيوخ اليهود. الأخ اللي واقف في النص ده، لو سمحت حبيبي ارجع لورا شوية عشان اللي وراك متضايقين، وأثناء التسبحة تبقى قدام تاني، بس كده حبيبي، بس كده. جاب 70 شيخ من شيوخ اليهود عشان يترجموا التوراة لليونانية، ودي اللي بنسميها الترجمة السبعينية. وعمل إيه بقى؟ جاب حط كل، يعني مثلا سفر أشعياء كلف 2 شيوخ يترجموه، 2، وبقي يراجع على 2 علشان يضمن دقة الترجمة. والترجمة السبعينية دي كان أحد الناس اللي بيترجمه سمعان الشيخ، اللي جه عند الآية بتاعت هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا بتاعت أشعياء، هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا بتاعت أشعياء، قال إيه العذراء دي؟ الملك يضحك عليا، عذراء تحبل؟ لا، أنا هكتب هوذا الفتاة، كلمة فتاة تعدي. فجاله صوت من السماء: اكتب عذراء وسأطيل في عمرك لغاية ما تشوف ابن هذا العذراء، ابن هذه العذراء، وقد أطال الرب في عمره 300 سنة لغاية ما شاف العذراء. جات الهيكل، حمل القدوس على إيده وقال: يا سيدي الآن اطلق عبدك بسلام. خلاص 300 سنة خلصت. ده ليه؟ لأنه ساعة الترجمة السبعينية مرضيش يكتب فتاة عذراء، وكان عايز يكتب فتاة. فالترجمة السبعينية دي بقى لما ترجموا كلمة الغطاء ترجموها باسم كرسي الرحمة. هي الكلمة العبرية كابوريت، بمعنى يكفر. الكلمة اليونانية بمعنى هيليستريون، يعني زي ما نقلتها، أنا طبعاً ما أعرفش يوناني، إنما يعني هيليستريون، أصل اليوناني قريب من قبط شوية، بمعنى كرسي الرحمة أو موضع الغفران. يعني ما قالوش عليه الغطاء، لا، قال لك ده كرسي الرحمة. إيه كرسي الرحمة ده؟ وفي الترجمة القبطية بتاعتنا البحرية والصعيدية برضو بكرسي الرحمة. اليونان اللغة اليونانية قريبة أو من القبطي، برضو بمعنى كرسي الرحمة. إيه بقى حقيقة كرسي الرحمة دي؟ نعرف لوين 16 يا أحبائي، إن كان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس مرة واحدة بس في السنة، في يوم الكفارة العظيم، وياخد معاه، يذبح عن خطاياه وخطايا بيته صور، ويذبح عن خطايا الشعب تيس، ويدخل بدم ده ودم ده. شوف في لوين 16 يقول ايه: يدخل هارون الى القدس بثور ابن بقر لذبيحة الخطيه، يلبس قميص كتان مقدسا، وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان، ودي اللي احنا بنلبسها في الرسامة، بنلبس حاجة اسمها اللي في النص، نسيت اسمها، مهم يعني حياصة، تمام صح يا ابونا فيليمون، الحياصة دي زي الحزام كده، فهي دي اللي زي هارون. يقول لك: ويتنطق بمنطقة كتان، ويتعمم بعمامة كتان،
ودي العمة اللي بنلبسها، العمة اللي بنلبسها، وكل الحاجة كل حاجة متاخدة من القدام المقدس. يتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة. وبعدين يقول ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته. ودي اللي احنا بنصليها، يا رب اقبل هذه الذبيحة عن خطاياي وعن جهالات شعب. ده اللي بنقوله في القداس يعني كل يوم، أنا لما بمسك القربانة كده وكل الآباء الكهنة يقول له اقبل يا رب منا هذه الذبيحة عن خطاياي وعن جهالات شعب. فيقرب ثور الخطية ويكفر عن نفسه وعن بيته، ثم يأخذ من دم الثور اللي هو ما اللي هو عن خطايا عن خطايا هارون وبيته، وينضح بإصبعه على وجه الغطاء، يروح حاطط الدم كده فوق الغطاء وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم، ثم يسبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه، بدم التيس يعني، إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن نجاسات بني إسرائيل. يبقى الدم اللي هيحطه في الأول بتاع الثور ده عن خطاياه هو وخطايا بيته، وعن كل نجاسات بني إسرائيل ياخد دم التيس ويحطه برضو على الغطاء. يجي بقى معلمنا القديس بولس الرسول يقول إيه في عبرانين 9، أما المسيح قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة ليس بدم تيوس ولا عجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. الله الله، زي ما كان رئيس الكهنة بياخد الدم ويحطه أمام الله، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ويجي رب المجد لا مش بدم تيوس بقى ولا بدم عجول، إنما بدم نفسه دخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لنا، وجد فداء أبديا لنا. عشان كده بقى اللي ترجموا الغطاء في الترجمة السبعينية قالوا لا ده مش مجرد غطاء، ده كرسي الرحمة، لأن كلمة غطاء تعني غطاء فقط، إنما الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه الله برحمته. شوفوا الكلام الجميل بقى، الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه الله برحمته. عشان كده سموا الغطاء كرسي الرحمة، لأنه من خلال الدم اللي بيتحط على الغطاء بتتم مغفرة الخطايا. ده كان في العهد القديم. في العهد الجديد أما المسيح فقد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة. رئيس الكهنة زمان كان رئيس الكهنة بس، رئيس الكهنة بس كان هو اللي يخش بدم التيوس والعجول علشان علشان العدل الإلهي وعلشان يكفر عن خطايا الشعب، زي ما قلنا كده في لوين 16 قال، فيقول لك فيكفر عن نجاسات بني إسرائيل لما الدم يتحط على الغطاء. إنما في العهد الجديد مسيحنا القدوس هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة ليس بدم تيوس ولا عجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لنا. عشان كده احنا بنتناول من دم المسيح، وعشان كده يوحنا الرسول معلمنا يوحنا الرسول قال دم يا ابنه يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. اما ليه اللي مش بيتناولوا ما تغفرش خطاياهم؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي يعطى لمغفرة الخطايا. قال خذوا كلوا جسدي لوحدي وخذوا اشربوا دمه لوحدي.
يعطى لمغفرة الخطايا، لأن المسيح دخل إلى الأقداس بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبديا لنا. ولذلك حينما قام مترجم الترجمة السبعينية بترجمة كلمة غطاء اللي جت في العبرية كلمة كافورت، واللي جت في اليونانية كلمة هيلستريون، ما قالوش غطاء، إنما قالوا كرسي الرحمة، لأن كلمة غطاء تعني فقط غطاء، إنما الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه الله برحمته، ومن هنا جاءت كلمة كرسي الرحمة. فمسيحنا القدوس غطانا وكفر عن خطايانا وفدانا بدمه، زي ما كان دم التيوس والعجول كان بيكفر عن الخطايا أيام العهد القديم، دم المسيح هو اللي بيكفر عن خطايانا في العهد الجديد. فمسيحنا القدوس غطانا وكفر عن خطايانا وفدانا بدمه. هعيد الجملة دي تاني لأن جملة مهمة. الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه الله، عشان كده الغطاء اسمه كرسي الرحمة. ومن أهمية الغطاء يا أحبائي، داود النبي بيقول لسليمان في أخبار الأيام الأول صح 28، يقول وأعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وخزائنه وعلى لي ومخادعه وبيت الغطاء. بيت الله سماه بيت الغطاء، لأنه ده أهم جزء، أهم جزء في قبة موسى، عشان كده سمى بيت ربنا أو أطلق على بيت ربنا بيت الغطاء. رموز الغطاء بقى، أنا طولت عليكم معلش. رموز الغطاء يرمز إلى ثلاث حاجات. أول حاجة يرمز إلى عرش الله الكاروبين، وخلي بالكم قلنا إن خشب الصمت الذي لا يسوس المغشى بالذهب يرمز للإنكارنيت لوغوس، للمسيح المتجسد، لاتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد الناسوت الطاهر باللاهوت القدوس، زي اتحاد الخشب الصنط الذي لا يسوس بالذهب النقي. فالتابوت يرمز لاتحاد الناسوت باللاهوت، خشب الصنط المغشى بالذهب. أما الغطاء اللي هو مصنوع من ذهب صافي، ده يرمز إلى عرش الله الكاروبيم، ولأنه الذهب يرمز إلى اللاهوت. نمرة اتنين، يبقى أول رمز في رموز الغطاء عرش الله. الرمز الثاني الغطاء أو كرسي الرحمة، خلي بالكم من اللي هقوله، يرمز لمسيحنا القدوس الذي صار تطهيراً لخطايانا وغافراً لأثامنا. قبل ما تقول ورايا بقى، يا سلام على أباء الكنيسة، يا سلام على عمق أباء الكنيسة. أنا ما فهمتش اللي هقوله دلوقتي إلا وأنا بحضر مبارح، ما فهمتوش إلا مبارح، عندي 60 سنة. في القطعة الثالثة بقى من السقطوكية بنقول إيه؟ الغطاء المظلل عليه بالكاروبين المصورين، أي الله الكلمة الذي تجسد منك أيتها التي بلا عيب بغير تغيير وصار تطهيراً لخطايانا وغافراً لآثامنا. أنا كنتش فهم إيه يعني الغطاء من إنه صار تطهيراً لخطايانا وغافراً لآثامنا. ده اللي بنقوله في التسبحة كل يوم حد، ده اللي بنقوله في التسبحة في القطعة الثالثة. الغطاء المظلل عليه بالكاروبين المصورين، آية الله الكلمة. أنا كنت فهمها عرش الله اللي هي نمرة واحد دي، حتة من ذهب كاروبيمي بعرش الله، إنما إنه يرمز لمسيحنا القدوس الذي يرمز إلى فدينا القدوس الذي صار تطهيراً
لخطايانا وغافرا لأثامنا. لأنه زي ما كان رئيس الكهنة بيخش بدم التيوس والعجول مرة واحدة ويحطه على الغطاء، مسيحنا القدوس دخل ليس بدم تيوس وعجول، إنما بدم نفسه دخل إلى الأقداس أمام الآب، فوجد فداء أبديا عنا كلنا. آدي دمي اللي يفدي كل الناس، مش دم العجول والتيوس اللي كان بيفدي ناس معينين، آدي دمي اللي يفدي كل الناس. قولوا معايا بقى يا احبائي، الغطاء، عايز اسمع، الغطاء اي كرسي الرحمه يرمز الى فادينا القدوس الذي صار تطهيرا لخطايانا وغافرا لاثامنا. وده اللي بنقوله بقى في سقوطكيت الحد. طبعا كل الناس من دلوقتي في سقوطكيت الحد لما يجي يقولوا القطعه الثالثه دي يبقوا فاهمين. الغطاء المظلل عليه بالكروبين المصورين اي الله الكلمه الذي تجسد منك ايتها التي بلا عيب ولا التي بلا عيب بغير تغيير، وصار تطهيرا لخطايانا وغافرا لاثامنا. صار تطهيرا لخطايانا وغافرا لاثامنا. معلش هقول تاني، زي ما كان رئيس الكهنه بيخش بدم التيوس والعجول مره واحده في السنه وينضح الدم على الغطاء او على كرسي الرحمه، مسيحنا القدوس ليس بدم تيوس او عجول انما بدم نفسه دخل الى الاقداس فوجد لنا فداء ابديا. قال للاب ادي بدمي افدي كل الناس دي. واحنا بقى دلوقتي يا احبائي عايشين في عهد النعمه، نغلط ونتوب ونعترف ونتناول ويجي دم المسيح يطهرنا من كل خطيه ويغسلنا من كل خطيه. ليه؟ لانه المسيح دخل بدمه إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبديا. شوفوا يا أحبائي النعمة اللي احنا فيها. ولذلك أحد ألقاب السيدة العذراء أم الرحمة، أم كرسي الرحمة. مش عارف أنا إيه، مش قادر أفهم إيه يعني. أنا عايزين نعالج الحكاية دي. اثنين ثلاثة يقعدوا يحكوا كده بصوت عالي كده وكأنهم قاعدين في الشارع، مفيش احترام لكل الناس اللي قاعدة. ثالث حاجة يا أحبائي في رموز الغطاء، ترمز للسيدة العذراء أم الرحمة. في نفس القطعة الثالثة من سقوطكية الحد بنقول إيه؟ كروبة ذهب مصوران مظللان على الغطاء بأجنحتهما كل حين، يظللان على موضع قدس الأقداس في القبة الثانية. وأنت أيضا يا مريم ألوف ألوف وربوات ربوات يظللون عليك مسبحين خالقهم وهو في بطنك. هذا الذي أخذ شبهنا ما خلى الخطية والتغيير. القدوس في بطن العذراء، فهي كان بيظلل عليها الملائكة يسبحون الخالق اللي في بطنها، زي بالضبط ما الغطاء كان عليه كروبين. في القطعة الـ14 والـ15 نقول كان في القبة غطاء وكروبة زي يظللان عليه، شبهوا الغطاء بالعذراء وكروبة المجد يظللان عليها. إذن رموز الغطاء ثلاث حاجات. نمرة واحد، عرش الله لأنه من ذهب صافي. نمرة اثنين، ودي المهمة جدا طبعا، يرمز لفدينا القدوس الذي صار لنا تطهيرا لخطايانا وغافرا لآثامنا. أنا نسيت ما أقول لكم، إيه آباء الكنيسة اللي حطوا الصلوات بتاعتنا دي؟
كل ما بشوف كده بفتكر لما كان البابا شنودة الله يناح روحه يقول التسبحة واللي في صلموضية دي حفظ العقيدة، حفظ العقيدة. وكل اللي يصلي بالتسبحة باستمرار يحفظ العقيدة، يعني عقيدة ومفهوم كرسي الرحمة، مفهوم إن مسيحنا القدوس ليس بدم عجول ولا تيوس ولكن بدم نفسه دخل فوجد فداء أبديا لنا. ولذلك يا أحبائي أباء الكنيسة لما حطوا السؤتوكية بتاعت يوم الحد قالوا الغطاء المظلل عليه بالكروبين أي الله الكلمة الذي تجسد من أجلنا الذي صار لنا تطهيرا لخطايانا وغافرا لآثامنا، لأنه ده كرسي الرحمة. الحقيقة الربط بين أسفار الكتاب المقدس بين العهد القديم والعهد الجديد ممتع يا أحبائي. وإحنا وأنا أهم آية قلتها النهاردة إنه مسيحنا القدوس رئيس كانت الخيرات العتيدة، ليس بدم تيوس ولا بدم عجول بل بدم نفسه دخل إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبديا. قال للآب خلاص تألمت ومت وأدي دمي أهو، زي ما كان رئيس الكهنة بيدخل قدامك بدم التيوس والعجول عن خطايا الشعب، أدي دمي عن خطايا كل أولادي وبناتي. وصار دم المسيح مسفوكا على المذابح كل يوم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم الأيام بخير، وما تنسوش 6 أيام اللي باقي، 7 أيام بس يعني اليوم بتاع الريفة كده أنا هفوته، 6 أيام اللي باقية بقدر الإمكان كلنا نحضر. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يبارككم جميعا. تفضلوا نصلي.